تنموي فظيع، وما زاد من تأزم وضعيتهم تدفق كميات كبيرة من المياه القذرة. سليم دريد يفصل أكثر في هذا التقرير. على الرغم من الموقع الاستراتيجي الهام الذي يحتله حي 40 سكنا في مدينة تبسة، إلا أن وضعا مزريا فرض على سكانه بسبب انعدام التهيئة وانسداد قنوات الصرف الصحي، مما حول التجمع السكني إلى شبه مستنقع عفن يهدد سكانه بكل أنواع الأمراض والأوبئة أمام تماطل الجهات المعنية وعدم تحركها. وهو ما حذا بمبادرات شخصية كحال هذا الشيخ، إلا أنه دون جدوى. كرهنا كان تشوفوا الربي أرواحه ورجلون المشكلة ذا، رانا نسانا عدنا ندو فيهم ديار بوياتهم وديار بوياتنا، نهربوا فيهم من الناموس، حتى واحد كيجينا نحشمه باش نقولوا له أرواح تبات. الوضع لم يعد مقتصرا على المحيط الخارجي فقط، بل تعدى الأمر إلى الداخل بعد امتلاء أقبية العمارات بالمياه القذرة وبقائها متراكمة وخطرا يهدد الإنسان والبناء على حد سواء. الزب قاعد يقلق فينا، الناموس قاعد يقلق فينا، ما يخلوناش في الليل نرقدوا حتى باش نشموا ريحاناتنا. كيفاش سبحان الله، كيفاش نحن نروح نعيشوا في بلاد واحده اخرى؟ هذه بلادنا، ما عندنا وراحين نروحوا نحن، لا اله الا الله. وعن هذا الانشغال ومعه حياه المواطنين المهدده يقول رئيس بلديه تبسة: طمن السكان حي 40 سكن طريق قسنطينه بان دراسه تاع الصرف الصحي تمت من طرف مديريه الموارد المائيه. الانجاز سينطلق باذن الله عن قريب. غادرنا حي 40 سكنا ونحن حاملين لحيره كبيره كبر معاناة سكانه مع هذه الوضعية المزرية التي تعتبر وصمة عار في جبين المسؤولين عليها. هل هذا ما ينتظر المواطن التبسي قبيل أيام قليلة عن افتتاح موسم الاصطياف؟